شكل الواد حصل مخاطر بلغ. انا في القسم دلوقتي، اختفي وما تبعتليش اي حاجه. اوامر يا فندم. هات لي الخديوي. حاضر يا باشا. ايه يا فتحي؟ ايه الاخبار؟ ايوه. يعني الطلقه خلصت عليه على طول؟ طيب ماشي، اكلمك تاني. محمود بيه. اه ده سيف. اوامر محمود بيه. طبعا انت عرفت اللي حصل. انا كمان عارف حجم العداوه والمشاكل اللي كانت بينكم. وايه الموضوع بالظبط يا باشا؟ انا عايز اعرف منك انت الموضوع. عايز اسمع منك. وانا جايبك هنا ليه؟ اتكلم يلا يا سيف. طب بعد اذن سيادتك يا باشا، يعني ممكن تقول لي ايه الموضوع بالظبط؟ عشان برضك ما ينفعش اتكلم على حاجه انا مش عارفها. وانت ما تعرفش ان الراجل مات؟ يا باشا هو انا متهم بحاجه؟ شكلك متوتر يا سيف. واضح ان في حاجات كتير انت مخبيها. يا ريت تكون صريح معايا وتتكلم. لما هتتكلم معايا ده هيفيدك اكتر. قول لي بقى، اخر مره شفت فيها القتيل كان امتى وفين؟ هو باشا اتكلم. ها مين اللي اتقتل يا باشا؟ انت هتستهبل يالا؟ ما تتكلم وتخلصني. باشا انا عاوز اعرف مين القتيل حقيقي. عاوز اعرف انا متهم بايه؟ يعني انت ما تعرفش مين اللي اتقتل؟ طيب يا سيدي، انا هسأل السؤال بطريقه تانية. اخر مره شفت فيها عابد تيمور كان امتى وفين؟ وايه علاقه عابد تيمور بالموضوع؟ وانت ما تعرفش ان عابد تيمور مات؟ مات ازاي يا باشا؟ طب ورحمه النبي؟ انا ما اعرف الموضوع ده الا من سعادتك دلوقتي. صدقني عبد تيمور مات ازاي يا باشا؟ استاذنا قرار الفتحه. طيب اقرا. نجوم رمضان معاك على واتشت. اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.